تعتبر الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرا بخصوص إصلاح وضع صناديق التقاعد إجراءات مهمة، وتؤكد ضرورة تجديد المنظومة التشريعية والقانونية بهدف مواكبة وموائمة كل التطورات والظروف المختلفة التي تمر بها صناديق التقاعد في البحرين. احنا كسلطة تشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لا نستطيع أن نعمل بعيدا عن السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، والحقيقة بأن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان وبدعم من صاحب السمو ولي العهد الأمين متعاونة إلى أبعد الحدود مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه إصدار التشريعات اللازمة لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية، هذا أولا. وبالتالي بأن الاجتماعات عملية مستمرة ودائمة والتنسيق قائم على قدم وساق، هذا أولا. وبدون التعاون ما بين السلطتين لن يكون هناك إنجاز، يجب أن نعترف. وهذا التعاون هو تجسيد إلى المبدأ الدستوري مع انفصال السلطتين واستقلالهم، إنما يجب أن يتعاونا لكي نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة للارتقاء بخططنا التنموية بحيث نحقق التنمية المستدامة في هذا البلد الغالي. فلذلك أنا أعتقد بأن الأخوة في مجلس النواب وإحنا في مجلس الشورى إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية، وحتى ولو أن اليوم يتطلب منا أن نتخذ قرارات صعبة، إنما في الأخير التاريخ سيذكرنا بأننا اتخذنا القرار الصحيح في الوقت الصحيح. وإنقاذ هذه الصناديق وأي تشريع آخر يعزز من قدرة البحرين المالية والاقتصادية سيصب في النهاية لمصلحة المواطن أولا وآخرا. التقرير وضح لنا إحنا إن هذه الصناديق إذا استمرت دون هذه الإجراءات العاجلة سيترتب عليه أنه ستنفذ في القطاع العام في 2024، وأيضا ستتنفذ في القطاع الخاص في 2033، وهذه هي إشكالية حقيقية. هذا اللي حدى بجلالة الملك الله يحفظه أنه يقوم بعملية التدخل سريعا في ظل غياب السلطة التشريعية، لأن تعرفون نحن اليوم في إجازة برلمانية، واستند إلى نص المادة 38 من الدستور البحريني التي أعطتها في حالة الاستعجال وفي حالة الضرورة أن يصدر مثل هذه المراسيم بقانون. يعني النص المادة 38 وهي نصا دستوريا يتيح لجلالة الملك الله يحفظه إذا حدث بين أدوار الانعقاد، يعني بين المجلس الشورى والنواب، أي ضرورة عاجلة ما يجب اتخاذ إجراءات ضرورية يجوز إصدار بها يعني مرسوم بقانون على أن لا تخالف أحكام الدستور. طبعا الإصلاحات اللي حدثت هذه هي أربع إصلاحات من عشر توصيات جاء بها الخبير. طبعا جلالة الملك الله يحفظه اتبع التقرير اللي موجود فيه، يعني اللي ما جاء في هذا، ولكن اكتفى بأربعة توصيات. وهذه التوصيات العاجلة يعني ما نقدر نحن نقول إن هي توغل على السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية عندما تعود سيتم عرض عليها خلال يعني هذا الشهر، فهي أما أن توافق وأما أن ترفض هذه التعديلات، ليس لها إلا هذه الخيارين في هذا الأمر. أما باقي الستة أكيد ستعرض على المجلس حين عودته، ولكن للضرورة الملحة رأى جلالة الملك الله يحفظه أنه يقوم بإصدار فقط والالتزام بأربع يعني إصلاحات وأربع تعديلات جاءت في الخبير في هذا يعني الخبير، فهو ليس هناك خشية من صدورها عن طريق مرسوم بقانون، لأن هذه سندا موجود في الدستور ويطبق في سواء في بين أدوار الانعقاد أو في حالة حتى لقدر الله حل المجلس أو بداية يعني المجلس وانتهاء مجلس، يعني فصلين تشريعيين يجوز في هذا الأمر.